اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم جديد في رونديفو 9. كما قلت لكم الجزء هذا باش نخصصوه ونرجعوا على التصريحات المثيره للجدل واللي اثارت عده ردود فعل منذ تصريحاته على فرانس 24. نحكي على الامين عام نداء تونس سليم الرياحي اللي اتهم فيها مجموعه من الاطراف اللي هي رئيس الحكومه يوسف الشاهد، ايضا المحامي الازهر العكرمي، المدير السابق للديوان الرئاسي سليم العزابي، والمدير العام للامن الرئاسي العميد رؤوف مرادع بالتخطيط للانقلاب على رئيس الجمهوريه. في هذا الصدد خلينا نستقبل بالكل من الاستاذ عماد بن حليمه. مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير، مرحبا. ايضا يسعدني استقبال الاستاذ عبد الستار مسعودي المحامي والناشط السياسي. مساء الخير. ونستقبل ينضم لنا يوسف جويني النائب المستقل بمجلس نواب الشعب. مساء الخير، مرحبا بك. قبل ما نبداو في النقاش، قبل ما نبداو نفهم برشا تفاصيل خاصه منك يوسف جويني، خلينا نرجع حوصله على ابرز اللي تقال في هذه المساله في تقرير زميلنا ناجح الفالحي ورجعين. قدم سليم الرياحي لمن العام الحركة نداء تونس بشكاية للمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمدير السابق للديوان الرئاسي سليم العزابي والمدير العام للأمن الرئاسي رؤوف مرادع والناشط السياسي والمحامي الأزهر العكرمي بتهمة التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب ضمن مخطط لعزل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي من منصبه. أنا بانتظار اليوم التحقيق العسكري، قاضي تحقيق عسكري استنطاقي وسماعي وتقديم جميع المؤيدات والأدلة للعملية اللي يقوم بها السيد يوسف الشاهد ومجموعة من أعوانه. أطراف كثيرة موجودة في العملية، ولو لم يتمكنوا من إتمام المشروع الانقلابي بسلاسة سيتم الالتجاء لأطراف تحامل للسلاح. من مجلس نواب الشعب رد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالقول إنه من يتحدث عن انقلاب لا يفكر إلا بمصالحه الشخصية، وأكد الشاهد على إيمانه بالديمقراطية. ماهوش باش يأثر فينا كلام البعض اللي يشوفوا في العودة إلى الشرعية الدستورية انقلاب، اللي يشوفوا في تصويت نواب الشعب المنتخبين بشكل ديمقراطي انقلاب، اللي هما في الحقيقة ما يدافعوا كان على مصالحهم الشخصية الضيقة، ويشوفوا في كل خطوة في اتجاه تطبيق الدستور انقلاب، وكل خطوة لمحاربة الفساد هي في نظرهم انقلاب. وأنا اسمحوا لي باش نقولها بكل وضوح، الحكومات المنبثقة عن شرعية برلمانية واضحة ولا لبس فيها ما تسعاش للانقلابات. هذه مسألة بديهية، فما حكومة يعني عندها أوسع الصلاحيات بالدستور تخمن باش تعمل انقلاب، يعني هذه مهزلة. نقابة الأمن الرئاسي استنكرت إقحامها فيما وصفته بالتجاذبات السياسية، وأكدت في بيان لها أنه زمن الانقلابات ولا وانتهى، فيما فند النائب يوسف الجويني قصة الانقلاب اللي يقول الرياحي أنه تم الإعداد ليها في اجتماع بمنزله. هذا ختان طبيعي وعادي باش يستدعى الناس. الطرح متاع موضوع يتعلق بالاستقرار الحكومي ولا الأزمة السياسية ماهيش قضية أنا نطرحوا فيها، أنا تحكمت قبة البرلمان ويسجل كما يحب، ونجم نحكي معاه نفس الكلام ولا لازل عكم ولا اخيري. قضيه فارغه، ترهات فارغه، تلهي الشعب التونسي على امهات مشاكل بتاعو اللي يعيشها. وإثر اجتماع استثنائي للديوان السياسي لنداء تونس، تبنت الحركة شكاية أمينها العام سليم الرياحي ودعت القضاء العسكري للأسرع بنظر فيها، فيما يقول سليم الرياحي أنه مد القضاء العسكري بمؤيدات تثبت صحة اتهاماته تستهجن عديد الأطراف السياسية الأخرى قصة الانقلاب، وتتسأل عن أسباب تستر الرياحي على المعطيات هذه منذ جويليا الماضي، ولماذا إثارتها الآن، وما مدى جدية المؤيدات المذكورة. يمكن نبدا نقاش مع يوسف الجويني النائب المستقل بمجلس نواب الشعب، ما انه تم اقحام اسمك في هذا الموضوع. سليم الرياح يقول انه الاجتماع هذايا اللي نحكيوا عليه واللي تم الاعداد مساله الانقلاب وتخطيط ليه صارت في منزلك، هل الحكايه هذه صحيحه؟ هل حصل الاجتماع؟ وقتاش اذا كان حصل؟ شنو هو تم الحديث فيه؟ وعلاش تم اقحام اسمك انت بالذات ومساله الاجتماع في منزلك انت بالذات في هذا الموضوع؟ موضوع كبير وموضوع حساس. دعني أفسر أول حاجة. ساعة سليم الرياحي قلتها أنتم مثير للجدل باعتبار أنه ما عندوش حتى استقرار سياسي، من الوطني الحر للإنقاذ الوطني ثم الإنقاذ الوطني للإئتلاف الوطني من الإئتلاف الوطني النيدا تونس. هو مدة 4 أشهر التالي كان يتحدث على كتلة كبيرة ومشروع كبير، وكان تشكلت وتكونت الكتلة هذه، وكان هو من بين الحزب الوحيد اللي تشكلت كتلة الائتلاف الوطني.
واللي قال عليها الاستاذ كتلة النصر، جبهة النصر. قلنا بون احنا نواب شعب الاتحاد الوطني الحر على مضض، التحقنا بالكتلة هذه باعتبار ان واحد عنده كيانه ودخل حملة انتخابية باسم الاتحاد الوطني الحر وحاز ثقة الناس وعنده برنامج انتخابي وعد به، يا اما يوصل لحقه في ائتلاف حكومي وقت اللي كنا في السابق في الائتلاف الحكومي، وقت اللي فشلنا ما فماش خرج انقاب نفسه قعد الحزب هكاكا، ومن بعد استقال خرج عاود رجع، رجعنا في الائتلاف الوطني. الائتلاف الوطني هذايا كان بالاساس انه موجه انه يعملوا كتله كبيره ويسحبوا البساط من تحت نداء تونس، لانه نداء تونس لعلمهم هما ولحديثهم معناها، وهذا صار عديد المرات الحديث فيه، انه ما عادش يلبي المرحله وانه ما عادش ماسك بزمام الامور وانه ولا حزب العائله والى اخره. هذايا تو نرجعوا له المعارك والمعروك السياسي على الساحه السياسيه. الاجتماع صار هذايا في منزلك ام لا؟ اجتماع انت تو سميته اجتماع وهو قال اجتماع وبطلب من نزار العكرمي. انا عندي حتى تسجيلات صوتيه بالهاتف مكتارف تو لابليكاسيون، كل شيء داخل وخارج مسجل. دعيت وعندي ختان تاع ولدي في شويديا، حضر في الفطور معاه سي لازار العكرمي موجود ويسكن بجنبي في حدائق المنزل، نسكن انا مش بعيد. جذبوا الحديث على الازمه السياسيه والاستقرار الحكومي الى اخره، عادي يتحكى في اي مجال ونقولوا فيه حتى تحت قبه البرلمان، فماش علاش باش واحد يخبي ولا واحد. والنيه المبيته حتى الواحد يسجل. ومن بين الحاضرين راهم فماش كان لازار العكرمي. فما عبد الله، فما ولدي، فما واحد جابه هو مرافق معاه صاحبه. يعيش في لندن وقال ما يعرفش اجواء الواحد. طرحت مساله الانقلاب في هال خلينا نفهم، ما تقول انت خاطر هو يقول عندي مؤيدات، يقول عندي تسجيلات، يقول عندي قضاء وسأتقدم للقضاء. ديما يقول عندي ما يسالش كي نوضحوا للراي العام ما فيها باس نمشي معك الى حد بسؤال انا باش بسؤال باش من يعني. نغلطكش الى حد اللحظه انا اللي صار في داري انا ما وقعش طرح انقلاب، وكان تم طرح انقلاب. انت وصلت لا مش حتى نبذوا باش بنا اليه عندك عندك الستنجر والدبابات في المنيله. المساله وما طرح انه الوضع الاقتصادي والاجتماعي والازمه الخانقه اللي تعيشها السياسيه تونس والاستقرار الحكومي وكيفاش معناها باش يصير هالتحوير الوزاري والى اخره، وحق مشروع في اطار وظائف وصلاحيات رئيس الحكومه باش يتحكى فيه، حتى احنا نواب نحكيو فيه هذا. مش حكاية التسجيلات هذه، حتى المحامي الأستاذ الطيب الصادق حكى على مسألة التسجيلات اللي يمتلكها الرياحي بحوزته اللي هي سيتقدم بها للقضاء، يقول عندنا مؤيدات مختلفة تثبت صحة كلامه. تو تسمعوها التسجيلات هذه وشعب تونسي بالتحدي إن كان فيها ضرر معناها محاولة ولا نية ولا للانقلاب، فماش علاش خاطر هو رئيس حكومة يحكم بيجي ينقلب على روحه. فرضا احنا سيدي من تابعيه نتاعو وجلسنا وحكينا في موضوع انقلاب، علاش شكون باش ينقلبوا؟ وشنو هي اطار الانقلاب؟ فين اطار؟ مازلنا بعد قبل 7 نوفمبر تاعنا توا دوله نظام برلماني مؤسسات دستوريه تخدم على روحها، ننقلب غدوه ينقلب على رئيس الجمهوريه باش ينقلب علي انا في البرلمان، هذا الموجود. حينئذ ما تصورش انا فما استعلامات في البلاد راقده لهالدرجه يستنوا في سليم الرياحي باش يجي بعد 5 شهور ولا 4 شهور يقولوا فما انقلاب في البلاد. ما تصورش كان رئيس الجمهوريه اللي طول لحد الان مدير عام الامن الرئاسي اللي يخدم معاه يحس به ذره هكا واحد باش يعمل عليه انقلاب ويخليه. عزاب يستقال بمحض ارادته، نتصور انه كان واحد ماضي في انقلاب ما يواصل في العمل نتاعه في مهمته في مسؤوليته في داخل القصر. معناها كلام بصراحه انا قلتها ترهات وفارغه مش مبنيه على حتى شيء. يقول عندي تسجيلات وعندي، انا اتحداه انا حد الى حد على الاقل الواقعه اللي صارت في داري. باش تقاضي سليم الرياحي؟ نعم باش تقاضي سليم الرياحي؟ انا ما نجمش نقول حتى شيء تو بعد ما القضاء يبتل نخلي ديما القضاء، اما اعتداء الحريه الشخصيه وتسجيل وياك سجلت باهي ياك سجلت علي باهي ولا سجلت على الازهر وانا شكون؟ ما حكيناش راهو احنا في مسائل واحنا لا في دوله جات بعد ثوره حريه الراي والتعبير، انه نجم نقول ننتقد رئيس الجمهوريه، نجم ننتقد الحكومه، ننتقد روحي في البرلمان، اما انه باش يتسول له نفسه وانا باش يخمم ويفكر في بنى اليه باش يعمل الانقلاب، بنى اليه بالفصول اللي حكى عليها الاستاذ فصل كذا وفصل كذا، هي فصول قانونيه دستوريه هذه.
نعرف ان المحامي لا يجيب على الثغرات القانونيه باش يربح قضيه. واضح. استاذ باش نجيك حاتم ليكي، استاذ عماد بن حليمه، باش ناقشوا زوج زوايا يمكن، من حيث الشكل ومن حيث المضمون. مضمونها خليك انت تحكي فيه الجانب القانوني يمكن، لكن من حيث الشكل انه تتم تصريحات بهذه الخطوره على قناه فرانس 24 اللي هي سي اون تيليفزيون دو سيرفيس بوبليك اون فان كونت، يعني شان داخلي تونسي على انظار ومسمع الجميع بهذه الخطوره وبهذه الحساسيه واللي حط صورة تونس في الميزان، ايش رايك في هذا؟ هو في الشكل ما فماش الا فرانس 24، قبل فرانس 24 في حاجات اخرين في الشكل مهمة وانه نتعرضوا لها، لأنه حتى كي تاخذوا قبل تو نرجعوا للموضوع، حتى كي تاخذوا نص الشكاية 95% سياسي مش قانون. أولا الساعة سليم الرياحي هي ليست شكاية. هذا إخبار. إذا يكون فما مؤامرة، واحد حاضر فيها المؤامرة هذيك، فما الفصل 80 من مجلة الجزائية يعفيه من التتبعات كيف يخبر هو على المؤامرة قبل ما يقع المرور للتنفيذ. هو كان شريك في المؤامرة، كان حاضر وقعد راقد من شهر جويلي انت الواحد، بعد ظهر له وأنه يخبر على هذه المعلومات، هو إخبار ليست شكاية. هذا واحد. اثنين، يبدو وأنه سليم الرياحي لأنه توصل لجزء أول من المكسب اللي حقه هو رفع تحجير السفر عليه، لأنه هو كان ما نجم كان ينجم يتكلم في فرانس 24 إلا ما خذاه تحجير السفر، وتحجير السفر خذاه يوم قبل المصادقة أو تزكية وزير الداخلية. اللي صار بعد يبدو أنه كان فما خلاف، وربما كان فما سعي منه هو أنه ياخذ قرار في رفع تجميد الأموال، لأنه شكاية تذكر فيها وحيث أنه المنوب كان معناه بإمكانه أنه يتواصل مع الشق هذا توصلا، لكنه خير المصلحة الوطنية على الفلوس ونوع هذا. هذا دليل على أنه يوسف سليم الرياحي أعلن الانقلاب على الائتلاف وعلى يوسف الشاد بعد عدم النجاح في التواصل لرفع تجميد الأموال، وعنده تسجيلات. لشكون مش يهزها تسجيلات؟ يهز بيحة للشخص الرقم واحد الذي يلاحق ويطارد يوسف الشاهد اللي هو الاستاذ البيجي قاد سبسي. هذه حلقه اخرى من حلقات المعركه السياسيه وعدم الاستقرار السياسي في الصراع القائم بين رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه. اللي يشوف من حيث الشكل كذلك الشكايه لا تشير الى اي مؤيد. الشكايه اللي تقول لا نقدموا لا قدمنا تسجيلات لا قدمنا مؤيدات، سي دو بور بلوف في رأيي أنا. هو الأستاذ طيب الصادق محامي أمين عام نداء تونس سليم الرياح يقول مش بحوزتنا وسنتقدم. شوف كي تقرأ شكاية عمره اللي يجي واحد يقدم شكاية هكا ورقة يقدمها وحدها، كي يبدأ حر وهذه حاجة احنا نعرفوها، تقول وقد جرى كذا كذا حسب المؤيدات المرافقة المتمثلة في كذا وكذا وكذا. نشرت هي تقبلت الشكاية معناها تضمنت، هي تضمنت. لكن أنا نحب نقول حاجة أخرى، إن شاء الله الضجة الإعلامية اللي أحدثتها هذه الشكاية ما تغطيش على القضية المركزية اليوم اللي موجودة عند القضاء العسكري، اللي هي قضية الجهاز الخاص لحركة الإخوان فرع تونس. قلت إذا من ناحية شكل كذلك أمر غير مقبول، وأنه نمشي ونعملوا اون ميدياتيزاسيون على شكاية مازال حتى ما بدتش فيها النيابة. وحاجة أخرى من حيث الشكل، تو كي تقرأ نص الشكاية يقولوا أنه في معرض الحديث على العميد رؤوف مرادع معناه رئيس جهاز الأمن الرئاسي، يقولوا أنه السيد هذا ما فهمتش علاش أقحموه. هم يقولوا إذا يصدر كان بيان عن نقابة الأمن الرئاسي فيها عدة توضيحات. لا حاصل فيهم بنص الشكاية يقولوا أنه في معرض الحديث لما قيلوا أنه يمكن الأمن الرئاسي أن يتصدى لعملية الانقلاب، فأنه قال أنه سليم العزابي باعتباره هو مدير ديوان رئاسي يتكفل برؤوف مرادع لإقناعه. أعتقد وأنه ذكر أو إقحام اسم رؤوف مرادع في الشكاية كان عنده هدف وحيد، وهو تعهيد القضاء العسكري بالموضوع. لأنه إذا كان ما يدخلش طرف أمني، اللي هو رؤوف مرادع، القضية ما تكونش من أنظار المحكمة العسكرية في المؤامرة على معنى أحكام فصل 68 و69، هي تكون من أنظار القضاء العدلي. إقحام اسمه كان للذهاب، وأنا نحب نقول لكم حاجة، اللي راهو من جويليا 2011 من اللي تنقحت مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
راهو ما عادش وزير الدفاع يحكم في النيابة العمومية في المحكمة العسكرية. واضح استاذ. اللي ماشي في باله أن وزير الدفاع اليوم ممكن يعمل حاجة تعليمات راهو خاطئ. أستاذ عبد الستار المسعودي بقول القائل يعني كي نرجع على مسألة التوقيت عدة أسئلة تطرح من جويليا لتوا علاش توا، بقول القائل مش كان من باب أولى مادام بحوزتنا هذه المعلومات بهذه الدقة وبهذه الأسماء وبهذه التسجيلات والإثباتات كما قاعد يقول سليم مريح وكما قاعد يقول المحامي نتاعو، مش من باب أولى نعملوها في صمت ونتوجه بالقضاء ونخليو القضاء مادام عندنا قضاء مستقل يخدم خدمته يفتح تحقيق والنتيجة هي التي يعلن عنها القضاء بالإثبات وبالقانون ونحكي زاد على تبني حزبه للقضية هذية. لا هو إذا كان معنا باش تقول الشخص المؤاخذ هنا في قضية الحال في هذا أنا سميته الانقلاب تاع تور في تور، معناه انقلاب في تور، هو شخص بيدو شاكي معناها سي سليم الرياحي بأنه هو اللي اختار باش يكون أولا اختار التوقيت، اثنين اختار القناة ويكون خارج البلاد تحسبا ربما بالنسبة لي هو، ينجم تكون تداعياتها ممكن جس نبض تاع نهار نهارين يرجع ما يرجعش، معناها الأيام القادمة تعطينا معناها التخمينات هذه كلها، لكن اختار هو أنه معناها بالنسبة لي هو أنه يخرج الإعلام ويعمل ميدياتيزاسيون بالنسبة لهذه القضية، ربما خاصة تو زميلي كان يحكي في الشكاية، والله صدقني هذه وشاية مش شكاية، نقول أنا نعتبر أنه في معنى من خلال ما قدم للسيد قاضي معنى النيابة العمومية العسكرية هي وشاية من الواشي سليم الريح ليس أكثر. علاش شكاية كي تاخذها وهذه نسخة منها شفتها العادة تلقى فيها مؤيدات معنى مصاحبة بالنسبة على الأقل بداية حجة، هنا سك في شيء معنى سياسيين قال يحكي في السياسة يحكي هو كان معناها حرقوا الحليب على البلاد واستغلال السياسيين من قبل سي يوسف الشاهد وإلى غير ذلك، فتخمين بمدة شهر 4 شهور طول الحال، ثم طلعت له هكا طلع قال يبرمشي نعمل شكاية، والحال أنه هذه مربوطة بالرب عنده شكاية سابقة موجودة معناها متاع النادي الإفريقي ولا محل بحث الآن من طرف الفرقة الأولى متاع الحرس الوطني استباقا بالنسبة له، يقول لك حتى لو أنه اتخذ ضد إجراء تحفظي سواء أنه يتم من جديد منعه من الخروج أو يتم إيقافه تحفظيا وإحالته عن نيابة أو إلى غير ذلك الجرائم العديدة، فنكون أنا سباق ونقوم بهذه الشكاية، والشكاية هذه ليست بالهينة لأنه هو الفصل 72 تاع مجلة الجزائرية يعاقب فيها يا سمحني هذه ملاك راهو يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وهذا تو حسب شكاية باش يبدلوا الواحد ويحطوا رئيس جديد معناه يصير غنوشي معناه اجرى حاجات نتاع فيلم معناه نتاع ساينس فيكسيون مش نتاع اكثر. اثنين الاشكال هنا الموجود تو انا قال زميلي بالنسبه لي هاتي الشكايه هي اولا القضاء العسكري الان معناه نجم نقول في من الناحيه الاجرائيه في اشكال كبير وحرج لانه ما نعرفوه على القضاء العسكري بمنأى عن المعارك السياسيه والمحاكات السياسيه، هنا عنده شكاية أولى مصبوبة متاع الجهاز السري إلى الآن ما نظرش فيها معناها أخذ ورد وشفتوا معناها كيفاش معناها ما حبوش يضمنوا ثم معناها اللجنة الدفاع معناها بعد مدة معناها قاموا معناها بتضمينها ووقفت غادي الآن هذه أكثر لأن اعتداء على معناها اعتداء على أمن تبديل هيئة الدولة اعتداء على الأمن معناها الدولة الداخلي هذا سامحني شي جرنا من ناحية الإجرائية لأنه ما يش بتاق فنان العملية لو فرضنا وهذا فرض وهذا باش يكون من ناحية القانونية أنه ينظر فيها أنا هذه وشاية هاتي الوشاية لو أنه يكون في النيابة محترمة وأعتقد أنه من ناحية الجهاز العسكري معناها النيابة معناها نجم تقول تعيمة تفعل هذه الشكاية تكون معناها بحفظها من خلال قراءتها بمعنى هذه ما فيها حتى تو انت تقولي فما سي دي وكنت نسمع انا في زميلي معناها في بعض المحطات المحامي قال لا ما نعطيش عندي تحفظ ولا ما يمكنليش ولا غير ذلك قلت انت قدم للقضاء اي ما عندي حتى لا وثيقه لا صوره تفيد انه موجود هالاجتماع هذا ولا ما الحوار الموجود هذا في صوره ما تقدم بهالمؤيدات وهالتسجيلات اللي يحكي عليها هو والمحامي نتاعو تنجم تقلب القضيه تنجم تحل باب اخر مش اثر على القضيه
مش اكثر من اللي جا في نص الشكايه. ايه مسالش مسالش راهو الاعتداء على الامن معناها القومي الداخلي راهو جريمه من لورد معناها مش رجعت للبوستاف مش بسهل واضح لازم فما تقارير وفما ناس اللي هي تخطط وفما واضح استاذ عبد الستار المسعودي باش نرجع لك ونكملوا في نفس السياق لكن خلينا نشوف رايك في هالبلبله هذه اللي صارت الكل حتم لي بشكل عام. انا وزير داخليه محل تفتيش في قضية تآمر على أمن الدولة. أنا وزير داخلية رافع قضية في فرنسا متهم بجريدة أجنبية بالتآمر على أمن الدولة. أنا رجل أعمال قريب من دوائر القرار السياسية لمدة طويلة يقبع في السجون بقضية التآمر على أمن الدولة. عندنا قضية منشورة لدى القضاء العسكري بوجود جهاز سري فيه تنصت واستماع وكذا وكذا. جاء سي سليم الرياحي اليوم زادنا محاولة انقلاب. بربي السؤال هذو مش عملنا فيهم؟ هذو الكل؟ القضايا هذه وين مشت وين مش عملنا فيها؟ وشنو تحبوا الرأي العام التونسي توا كي يسمع التآمر على أمن الدولة؟ ولينا نسألوا نحن التآمر على أمن الدولة يا إما العبارة نستعملوا فيها غلط وانقلاب على رئيس الجمهورية وإما كلمة انقلاب وتآمر غالطة معناها نقعد أنا وعماد نتحدث ونقول والله البيجي مش باهي يقول لي ولا يوسف مش باهي يقول أنا نعملوا كذا مش على روح ولا التآمر على أمن الدولة والا القضاء التونسي مش قاعد يخدم على روحه هذه قضايا منشوره عنده يلزم يبت فيها ويعطينا الراي نتاعو فيها شنو نصت القضايا هذه شو معناها انا وزير داخليه نوجع عليه معناها وزير داخليه باهي نجيو لقضيه الحال هذه ثم التعاطي الاعلامي هانا نحن نتكلم ونتحدثوا واحنا يدينا في المير ومعنا حتى مشكل نقولوا نحبوا ثم التعاطي السياسي بالك خلاف بين رئيس الجمهوريه وبالك سليم الرياحي عمل وعمل حزب وكذا ولكن هذا لا يلزم الدوله التونسيه في شيء ولا يلزم مؤسساتها في شيء هذا حديث تاع جماعة قاعدين في قناة التاسعة يبدو في آرائهم ويعطوا في الآراء نتاعهم شنو اللي يهمنا نحن التعاطي القضائي وهذا هو الأهم وشنو اللي قلق أن يقع التصريح على الشكاية هذه ولا الوشاية ولا القضية ولا اللي هو من وسيلة إعلام أجنبي من طرف السيد اللي قدمه وهو رئيس لحزب كان المفروض أن يعلم القضاء التونسي عن تقبله لشكاية إذا كان يشوفه هذا أمن دولة نحكي عليه وأن يتعهد بنقاط إعلامية متواترة للمواطنين حول مآل القضية وأن يمتنع سجويني عن الظهور الإعلامي لأن وقع ذكر اسمه في الموضوع هذا وأنه نعطوا المسألة تقاليد احنا مش كنا القضية هذه طلعت بها ولا في الساحة ولا الغلطة وصفود الساعة أبريتور القضايا أقوقو عندنا في تونس نحن نتكلم على أجهزة سرية في وسط الدولة التونسية احنا عندنا مدير عام هو مصالة مختصة علاش حاتم لا مهم برشا الكلام اللي تقول فيه علاش المواطن التونسي اليوم متعب يتحل الملف ما يتسكرش يقعد محلول يجيه ملف واحد اخر وملفات حساسه من النوع التامر على أول امن الدوله من نوع الانقلابات من نوع يعني المواطن التونسي يقول لك انا اليوم عايش في وسط هذايا الكل اسكو مامن على روحي ام لا اسكو ثم اللي امن عليا ام لا اسكو مامن على امنه وعلى سلامته بمواضيع خطيره وحساسه وكل ملف يتحل عمرنا نسمعوا له نهايه وعمرنا نسمعوا له نتيجه وربي ملكتك هاي يقول خيمات يقول لك تحجير السفر رفع على سليم الرياحي قبل المصادقة وإعطاء ثقة لوزير الداخلية. إيش معناه؟ معناه وزير الداخلية منح الثقة في إطار صفقة مع سليم الرياحي. هذا يعني المعطيات. شوف نقول وزير الداخلية. شوف هذه المعطيات بالكرونولوجيك نعطيك أنا نعطيك في معطيات مش في استنتاجات. نهار كذا رفع تحجير السفر من غدة التصويت على وزير الداخلية هذا كرونولوجيك. بلي أنا نحب نرجع للي قاله زميلي الأستاذ عبد الستار. حكاية النادي الافريقي وربما عملية استباقية أنا نستبعدها لا يعفي القضاء لا 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 شوف أنت تو قلت حكاية مهمة اللي راهي الحكايات هذه اللي تنجم تكون فارغة تولي تخلي هي تساهم وعدم إسراع القضاء بالفصل وقول كلمة الفصل فيها تولي تخلي الباناليز لو سوجي امبورتون يولي حتى المواطن يدخل في اللوجيك نتاع الابسورديتي يولي كل شيء ابسورد ما عادش عنده قيمه تحكي له على الجهاز الخاص يقول لك هذيك قضيه شفيق جراي هذيك نجم الغرسلي هذه كيف ما قضيه سليم الرياحي وتدخل الامور بعضها وهذا ما يخدمش مصلحه الامن البلاد انا على خلاف اللي قاله صديقي عبد الستار لا اعتقد وانه سليم الرياحي قدم الشكايه هذه بدون مباركة وتشجيع من الأستاذ الباجي قايد السبسي مستحيل لأنه سليم الرياحي فقد التمثيلية الشخصية متاعه هو سليم الرياحي هو أمين عام تاع حزب وزيد يقحم مدير الأمن الرئاسي
في الشكاية. لا أعتقد وأن ذلك كان معناها بدون مباركة وبدون معناها إعطاء الضوء الأخضر من الأستاذ الباجي قايد السبسي. أنا نأكد ونعود أنه الشكاية هذه هي داخلة في إطار، لأنه الشكاية بعد شنو جات؟ جات بعد ما حكومة يوسف الشاهد مرت. راهي اللعبة السياسية كما اللعبة الرياضية. اللعبة الرياضية باش تنتهي، الخاسر يهنئ الفائز. ما ينزمش نقعدوا الماتش وفاه وإحنا نقعدوا نتعاركوا. يوسف الشاهد أنت ضده ضده، صح صح عليه اليوم هو تعدى بالبرلمان، لم يسرق الحكم، تعدى بالبرلمان. عمل أخطاء. حالف مع الخوانجية، عمل كذا، هذاك سيحاسب عليها سياسيا في المرأة في المراحل القادمة. في وقت ما يلزم نوقف المعركة. اللي ما حبش يفهم سي الباجي قائد السبسي، وأنه ما حبش يفهم أنه يلزم يوقف المعركة. المعركة انتهت وهو انهزم، يلزمه تقف المعركة. هذه هي حلقة أخرى في التشويش على وفي مزيد أو في الإمعان في عدم الاستقرار السياسي. والله نقولها بكل صراحة، لو كان واحد يرجع شوية لتالي قول بوتيتر لو كان حزب نداء تونس طلع في التشريعية ما طلعش في رئاسة الجمهورية كان أفضل. مش هذا يعني أنه المرة الجاية لازم يطلع المرزوقي، المرزوقي لا، لأنه فما شكون مش يطلع المرة الجاية. لكن بصراحة سي الباجي 4 سنوات يا رسول الله من عدم الاستقرار السياسي، من التشويش على مؤسسات الدولة، نحي رئيس حكومة، جيب رئيس حكومة، ما خانوش. شنو خانوا يوسف الشاهد؟ انقلاب؟ شو عملش انقلاب؟ هو جابه حب يعمل به سوتريتونس. يا أخي هو بعد قال لي أنا شو نطبق الدستور. وانا عندي صلاحيات نختلفوا معاه يوسف الشاهد، اما ما نقولوش اللي هو خرق الدستور. هو قال له خويا انا ما نخدمش سنه عندك، خلينا نحكوا بالعاميه. ما تحكمش بواسطتي، ما تحكمش بواسطتي انا، ما تحكمش بواسطتي انا. تو تجي في الشكايه يحكي في الشكايه يحكيوا على الفصل 88 معناها كيفاش؟ اي ممكن فصل 88 هو عزل دستوري موجود. يمكن لغالبيه اعضاء مجلس النواب وانهم يعطيوا يعملوا بيتيسيون توجه للمحكمه الدستوريه، ويمكن عزل رئيس الجمهوريه بواسطه المحكمه الدستوريه. المحكمه الدستوريه مالوزمون جوسكا متنا شوف مستحيله. شوف العمليه اللي عملها سي الباجي، شوف ليس عدم استقرار سياسي، هتك مؤسسات الدوله، هتك حزب فلقوا خلى فيه الا ولده. الحاجة الأخرى كامل حط فيها سليم الرياحي باش يكملوا آخر الكوادر والإطارات على الحزب يخرجوا، خاطر مع كامل احترامي لضباط الصف عمره ولا سرجان يشد على كابيتان ولا يشد على جنرال ولا يشد على كولونيل. شكون مش يبقى؟ سليم الرياحي أمين عام حركة نداء تونس، وشكون مش يبقى معاه؟ مش يبقى معاه إلا الأقل منه. واضح. مش نرجع لك أستاذ عبد الستار مسعودي فيما يخص الإقحام المؤسسة هذه في موضوع بغاية الأهمية، لكن قبل ذلك يقول قائل احنا كي صار التحوير الوزاري كنا نطمح أنه الأزمة السياسية تتحل، نتلهاو في أولويات واحدة أخرى، لأنه أون فان كون تم احترام الدستور والآليات الديمقراطية وتم هذا التحوير في قبة باردو ووسط البرلمان وبطريقة وبآلية ديمقراطية. لكن أبارامون اليوم مازلنا في هالعرك والمعروك اللي مازال يرجع لتالي، وعلى ما يبدو ثم مشكل يقول اللي ثم أطراف مرضتش باللعبة هذه، اللعبة الديمقراطية اللي نحكيو عليها. هذا منطقي موضوع أنه ننصرف العمل على الأقل في السنة الأخيرة من المدة النيابية، خاصة الاحتقان ووضع الاجتماعي، السلم الاجتماعي يكشوف مهدب، اتحاد عام الشغل معناه ضرب عام نهار 17 جان في قبلها كيف عملنا ضرب قطاع الوظيفة العمومية. وكان من المؤمل أنه بعد ما كما يعطيه الصحة الأستاذ بن حليمة أنه الناس تنصرف تختم على روحها على الأقل ندير كل اللي فات، لأن ما زالت المعركة قائمة وباش تزيد تتواصل. اليوم برك نشوف في حاجات أخرى جديدة في القصر، دونك معناها ما فماش بوادر تاع انفراج. ورغم أنه رئيس حكومة جاب قانون مالية وميزان اقتصادي عارف الطموح وعنده بشي، أما اللي زاب ستاكل الواحد تو تجي الحزب الحاكم ينقلب يولي معارضة خيبة المسعى. كيفاش باش تختم البرلمان هذا؟ كيفاش تعمل المحكمة الدستورية بالثلثين؟ كيفاش تعمل الهيئة العليا للانتخاب باش تعمل الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة؟ معناها بصدق عدت أنا نايب نتمنى أنه يتحل الدنيا كل حل البرلمان. ما تعقب حتى مليك.
باش نرجع باش نرجع. عندي تعقيب بسيط، عندي تعقيب بسيط فيما يخص التواتر نتاع القضايا التي لا تنتج في الاخر معناها فعل قانوني ولا اثر قانوني والا حكم قانوني. ما فيها شيء. بما في ذلك القديمه. بما في ذلك تحفظ. لا هو قال لك شعب ستار، قال لك علاش حطوه في الحبس ولا تعفيه النادي الافريقي من انه يدخل الحبس اذا كان انسان اتهم رئيس حكومه. شو المشكل نحن عندنا توا؟ عندنا نحن التهم اللي تمشي للقضاء ولا يقع البت فيها تعطي للمواطنين احساس بالامبونيتي. يعطيني بالامبونيتي معناها راهو الكبارات في البلاد باللي يتعاركوا باللي يعملوا راهم ما يمسهمش القضاء في تونس وراهم احرار يعملوا شنو يحبوا وراهم هما محصنين. اما انتم يا مواطنين يا بسطاء راهو حتى اللي يتعارك هو جار ويمشي عنده عنف شديد ويضربوه في الحبس. هذا الانطباع اللي ينتج عند المواطنين. عباد مش تتكلم راهو في سرقه ولا في حكايه، تتكلم على انقلاب على الدوله. الخلاصه اللي نتعلموها احنا انا بالمساله هذه، القضاء يجب ان يكون صار مع مثل هذه الشكايات باش اللي ناوي غدوه يشكي ويعمل تهمه باطله ولا يثلب عبد ولا يعطي معطى صحيح يعرف روحه على وش على وش قال. ساتر سينو اذا كان مش نواصلوا نحن توا بالاستهلاك الاعلامي للقضايا هذه حتى تموت القضيه اعلاميا وتخلط عليها وحده اخرى ولي فما مشكل. عندي اختلاف مع اخويا عماد، انت محامي وتحترم مبدا انه لا بريزومسيون دينونسونس. ما نحبش انا انه نحكم على رئيس الجمهوريه التونسيه برمزيته. انا ما يهمنيش الباجي قائد سبسي، انتقدته في الف حاجه، ولكن اقحام رئيس دوله تونسيه على انه يتامر على رئيس حكومته مساله احنا كمواطنين تونس تقلقنا وتمسنا. لا لا صحيحه، هذه حاجه صحيحه وهذه معركه وحرب مفتوحه ومعلنه. وحتى خطابات رئيس الجمهورية رئيس الحكومة مش يتآمر التونسية. ما سمعت سيوسف الشاهد يوما قال سيوسف الشاهد عندي خلاف مع السيد رئيس لا الجمهورية. لا لا بالعكس. وما سمعتش رئيس يقولش. الجمهورية قال عندي خلاف مع رئيس الحكومة. أنا من رأي الجمهورية قال لا قال أنا أدعم رئيس الجمهورية وكيدعم البرلمان نرضى به. رئيس الحكومة عمره ما سمعت يوسف الشاهد النهار ولادي راهو رئيس جمهوريتنا. راه نقول لك كيفاش نحكوا على عبد اخر؟ احنا ما قلناش رئيس الجمهورية. مش مع بعض مش مع بعض. الاستاذ البيجي قائد السبسي خاطر انت لحظه تهمني انا رايك هم المدرسه التقليديه الدبلوماسيه التقليديه اللي تعتمد ما تعتمدش الاسلوب البراغماتي، تعتمد الاسلوب الايحائي. وهو في كم مره انت شوف حتى في جامع الزيتونه اخر مره يحطوا مجنب من الغادي في البروتوكول برك هو ما يعترفش به. وفما معركه معلنه بين عائله قائد السبسي ويوسف شاهد، هذه لانه سبب الانستابيليتي بوليتيك. شنو بالنسبه لي باجي قائد السبسي؟ انا جبت انسان نحكم به سيد هذا خاني وقالها خالد شوكات قالها مره خاني وحب يطبق الدستور وقت اللي انا جبته وانا صنعته. هذا هو المنطق اللي يحكي به، يحكي بمنطق العائله وهذا الحزب نتاعنا. والمعركه الاساسيه هي موجوده بين عائله السبسي، بين الاستاذ باجي قائد السبسي وبين ولده. على كل هذه هذا موضوع واحد اخر يطول الحديث فيه. مش هذا مش هذا اللي يهم التونسي اليوم اللي قاعد يتابع فينا. نرجع للموضوع على تصفيه مشاكل شخصيه. استاذ نرجع للب الموضوع، اقحام مدير الامن العام للامن الرئاسي في هذا الموضوع. عندنا بيان صادر عن نقابه اعوان واطارات امن رئيس الدوله والشخصيات الرسميه اللي هو طويل برشا، يعني ما عنديش برشا وقت باش نقراه، لكن اقحام مؤسف في قضية بهذه الحساسية والخطورة كيفاش تفسروا؟ لا وشكاية هل الوشاية هذه نعتبرها ما قحمتش هذا مبركة وما توا وكل من سيكشفوا عنه البحث آخر حاجة تعرفش هذه إيش باش تنجم تجيب لك وكل من سيكشف عنه البحث 3 6 10. لكن الغريب أنا أنه أقحم مهدي جمع قالوا لي أنت عندك ب معناها ملفات فساد. نعتقد أنه السيد هذا مش قعد ساكت ولا صامت مش في رد الفعل مهدي جمعه. نعتقد انه باش يشكي باش يقول له انت قاعد معناها تشوهلي في سمعتي، واذا كان عندك ملي خرجت عندي انا توا 4 سنوات خرجت كان ثم ملف فساد راهو تطرح في الوحده. زيدوا محسن مرزوق زيدوا ملف استخباراتي نتاع خطير ياسر يقول خطير لمحسن مرزوق اي وزيد الاستعلامات اللي تفضلت بهم توا يا بابا معناها عمليه معناها خطيره ياسر. واثنين انه توا القضاء العسكري باش ينظر في هذه كما توا تفضل توا قال اللي هو سي حاتم مشرجي
الدوسي الاول والثاني والرابع وثم كونفلي دو كومبيتونس توا باش يقولوا انا معنا المحكمه العدليه تقولوا انا مختص الاخر مختص وثم نص في التنقيح هذا شكون يصير تداخل تداخل في في المشكله هذه شكون يقص الاشكال هذا يبقى هنا القضاء العسكري طال الزمن قعد كان طال انه كما قلت لانه التونسي باش نوليو البناليزاسيون تاع اي جريمه كانت حتى جريمه قتل شنو المشكل توريتو تو كيما تاع الارهاب ماتوا 6 و8 عادي يتعدى انه القضايا هذه بالحجم نتاعهم الكبير بالامباكت نتاعهم الكبير هذا اذا كان ماهوش باش ياخذوا فيهم قرارات القرارات شنو قرارات يا اما تقرا وتحفظ وانه السيد هذا ماهيش بتقف انا لانه المجله في التنقيح الجديد نتاع 2011 مرسوم جويل 2011 فصل 7 يخولوا للقيام معناه على مسؤوليته الخاصه بمعنى يقولوا انت حفظت انا نحب نقوم على مسؤوليتي الخاصه ونحب تحليل التحقيق وتبحث فيها والمجموعه هذه مع المشتكى معناها مظنون فيهم انا مشتكى بهم في الواقع من الناحيه القانونيه كي نحب نكونوا دقيقين المظنون فيهم معناها فلان وفلان وكل من سيكشف عنهم البحث بما فيهم معناها اذا كان قلنا ثم ملف استخبارات نتاع سي محسن مرزوق باش يولي ملف مستقل يا خويا شكون انت عندك في بالك انت يا انت يا في الحكومه اللي موجود الان يوسف الشاهد او غيره وعندك انت معلومه اللي هو محسن مرزوق عنده ملف استخبارات تفضل سي مش البلاد مش مستباحه اثنين انك تحكي على سي جمعه تقول له عنده ملف ماهوش باش يقول لك انا باش نعدي قدام الراي العام نسمع معناها في خصوص هالقضايا معناها قضايا الفساد يعني انه نوصل الموا هذه المشكله ماهيش باش تحل وما ايش باش ننظر فيهم لانه قلت لك انا القضايا هذوما حتى نعطيك معلومه انه القضيه اللي نشرها شكايه ضد الراجل الغنوشي معناها السي غازي الى حد اليوم ما تضمنتش معناها عرفتك الزميل نلقاه اللي قايم بالشكوى بالشكايه هذه في خصوص هذا الموضوع الى حد الان معناها بالدزان بالله يضمنوا لي خذ موقف معنى نيابة أنا يجب أن تكون حازمة إقحام مؤسسة أمن لا دخلت الجمهوري. أنا وهنا أنا ما نتصورش أنا توا المدير العام الأمن الرئاسي ما زالش نجم يقعد غادي لأن الشبهة دخل باش يهزوا الموضوع للمحكمة العسكرية تي داكور أما معاك أنت أما أنت تتذكر في موضوع نتاع الرئيس السابق المرزوقي يما وقت جاء الغنوشي مشى يحكي قالوا راهو رد بالك من وقال فما محاولة انقلاب هزوا معاه الامريكي قالوا باش نخليه السيد هذا باش نهزوا معاه وبالتالي اقحامه هذا صحيح من ناحية الاجرائية باش يحب يهز المحكمة العسكرية لانه فيها طرف امني لكن سامحني راهي مؤسسة كبيرة معناها نتاع الامن الرئاسي مؤسسة عريقة وتخدم ولا تصور انت في بالك نهار معناها منذ الاستقلال انا نهار خممنا سمعنا واحد باش يحب يعمل معناها انقلاب وبالتالي العملية اختيار ياسر نتصورها أن القضاء هنا سواء كان العسكري أو القضاء معناه العدلي عليه أن يكون نافذ ناجز ويعطينا ويعطي ينور الرأي العام في خصوص هذا وهذا تحكي فيه راهو المواضيع من ناحية الإجرائية وهيش حاجات مقدسة كما الناس تخاول يقول لك لا هذا بين هو قال أنا راني معناها الموضوع هذا مانيش باش نحكي فيه لأنه بين يدي القضاء إي تش تعرف بين القضاء كي تفتح بحث يقع المحاضر وقتها نستنى وحتى معناها ياخذ القرار معناها القانوني نتاعو اما بالحفظ او بالاحاله وقتها معناها يمكن كي نشوفوا القضيه هذه معناها السيد سليم الرياحي سمعته القضاء سمعوه قدم شكايه وسمعوه لا مازالوا ما سمعوش لا قدم وشايه قدم دوسي قال عندي كذا 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 وسمح له بالخروج ومازال تو ما خرجش بلاغ اعلامي من عند القضاء العسكري باش يقول راني تسلمت وراو هذا اش قررت بحفظها ولا بتتبع الاشخاص اللي موجودين حالتها على التحقيق هذه الحاجات نبي نحن البلاغات الاعلاميه السريعه لمآل هذه القضيه والخدمه ما يصيرش القضاء العسكري نجم يخدم القضيه هذه بسرعه ويعطينا المآلات نتاعها باش ما يفرز هذا الكلام والتأويلات والبلبلات نجم تصير خطوه باش المواطن التونسي يعرف انه عنده قضاء عسكري وهو عنده سمعه باهيه برشا القضاء العسكري عن تونس ومؤسسه العسكر في تونس هي اول مؤسسه ديما لحظة بثقة الشعب التونسي لا نحبوا المؤسسة العسكرية تتمس ولا أمر رئاسة الجمهورية تعرف من أمر رئاسة الدولة راه هو اللي يحمي الشخصيات الرسمية شخص رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية بالضبط وتجيه رؤساء حكومات من دول أخرى ورؤساء جمهوريات هو اللي تولى الحماية نتاعه وعنده سمعة عنده سمعة ناصحة يعني من باب أولى يقعد بعيد على كل هذه الصراعات السياسية مدير عام فرق مختصة مقيم شادد في الحبس وعندنا وزير داخلية
الداخلية لوجوا عليه ونزيدوا نضربوا الأمن الرئاسي وجوا لوجوا على القضاء العسكري. أستاذ احنا حكينا برشا على اون انكيت جوديسيير، أما نجموا نحكيوا في هذا الصدد على اون انكيت بارلمونتير تتحل في هذا الصدد؟ لا لا أنا جو سوي لا جوستومون هذا سؤالي أنا جو سوي خلينا نفهم لأنه أحداث 9 أفريل 2012 تو ما حلوها، التصفير ما تحلتش، انكيت بارلمونتير سان فو ريان دير، ما فما إلا لاباري دو لا جوستيس كي دوا بيان فونكسيوني تري بيان إي سورتو فونكسيوني افيك لي ميم فيتيس. خاطر توا انا كي نرجع في امن الدوله كنت تحكي لي على قضيه نجم الغرسلي وشفيق جرايه، القضيه هذه في نهار تحلت وفي نهار توقف. صابر العزيز القضيه باش انطلقت باش وصل نجم الغرسلي، انطلقت بمكتوب عنده 5 شهور مطيش فقجر، قالوا وانه صابر العزيز مدير الوحده الوطنيه مكافحه الارهاب حاول يتدخل لمتهم موقوف بتدخل من شفيق جرايه وشخص ليبي. صابر العجيلي وقفوه نص الليل في نفس النهار وسمعوه وسمعوا حاكم تحقيق ما ساعتين ونص تاع الصباح. انا عندي حجه على القضاء العسكري، انا عندكم سرعه في العمل، حافظوا على نفس السرعه في كل الملفات، كل سوا يكون ملف فارغ احفظوا باش ما عادش يصير بلاطوات وما عادش يصير حتى شيء، ملف مليان عديه. لكن انا نحب نسال تو ولا مشي نقلب على الباجي قائد سبسي كي كان عندنا نظام رئاسي، عندنا المؤامره نتاع 62 مش نقلبوا على بورقيب باش يحكم، عندنا 8 نوفمبر 87 مش نقلبوا على بورقيب الاخوان مش يحكموا، تو الحكم عند يوسف الشاهد اللي مش نقلب على باجي قائد سبسي شنو نجم نعمل؟ لا لا هو الاشكال وقتها مازال مطروح في جويليا، مازال المجموعه ما تكونتش تاع النواب واسكو باش يفعل الرئيس فصل 90 شوف وقت اللي عم ستار قلت شنو عمل رئيس الجمهورية مؤامرة على رئيس الجمهورية خذ التايمينج انت مش قلب الهيئة الحاكمة الكل، هو عزل رئيس الجمهورية أي. يوسف شاهد شقد رئيس حكومة وحسب الترهات اللي حكوا فيها من جي راشد الغنوصي رئيس الجمهورية ايش مش يعمل؟ شنو البيوت اتاندر باش انت تجي لوبجيكتيف اتاندر نحي باجي قائد سبسي؟ لا عاد مش تجيب شكايه شكايه مش انا ثقف قال لك بعد نعملوا مؤتمر استثنائي ونكون انا امين عام ورئيس الحكومه. لا هذاك ثم لا انا نحكي نحي ولد نحي سي حافظ قائد سبسي من حافظ قائد سبسي هيئه قائمه هو باش يعتبر هذا هذا انا نحكي في اللوكوتي تمشي تمشي تاع الحكايه فما تمشي هما قالوا نعملوا تمشي سياسي بلان ا واذا كان ما نجحش التمشي السياسي بلان بي هو التمشي المصلح. هو يعتقد انه ولده ولد سي حافظ شد وبوخ ما ينجمش يتنحى الا يتنحى قانونيا. وقتاش نحكيو على المؤامره وقت عمليه التنحيه تتوجه نحو تبديل رئيس الجمهورية. هذه تخميرة كل ما عنده دي. علاقة بالأحزاب ما يهمنيش بربي. خلينا نسمع هون يوسف الشاهد كي تحكي على الانقلاب الناعم واتهامه بمسألة الانقلاب الناعم مع عدة الطرف أخرى جيو. قال الحكومات المنبثقة عن شرعية برلمانية واضحة لا تسعى إلى الانقلابات، هل هناك حكومة لديها صلاحيات واسعة في الدستور تفكر في القيام بانقلاب؟ هذه مهزلة. وحكي على برشا أطراف تسعى إلى النفخ في رماد الضجيج السياسي، هذا يعني يعد عدة مسائل أخرى. قال هذا في البرلمان حكاية أمام نواب الشعب وقت تقديم قانون مالية. فما أوبجيكتيف وفما انتيري. علاش انا نرجع نقول لك كلمه الموجوده في الشكايه باش نقول لك اللي فما تنسيق بين الاستاذ الباجي قائد سبسي وسليم الرياحي في تقديم الشكايه ومستحيل يكون قدمها وحده. شكايه شنو جا فيها؟ منين ليه سي سليم الرياحي قال راهو رئيس الجمهوريه يعني تفطن؟ اما استاذ عماد بن حليمه كيفاش نحكيو على المساله هذه ما نزيدوش زاد نعقدوا الامور. لا 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 لانه امر في الشكايه في مثل هذه الامور الحساسه. استشهد معناها استشهد بقول رئيس الراي العام ماذا به يتسكر ويتضح ونزيدوا احنا ندخلوا في متاهات رئيس الجمهوريه. تشوفوا في الايام القادمه اللي الاستاذ باجي قائد سبسي يقف وراء هذه الشكايه وهو في الشكايه موجود باش يستشهد سليم الرياحي يقول رئيس الجمهورية صرح قال الجماعة بدأت تسخن في البنادر وهذاك دليل على أنه الأستاذ الباجي قائد سبسي كان عنده معلومات ولم يخرجها إلى العموم. يا عماد أنا تو نطالبوا بالقضاء يخدم خدمته. أنا عندي قناعة مستحيل مستحيل قناعة شيء يكون صب شكاية بدون مباركة من رئيس الجمهورية. بالواحد تيام اختير اسمعني أنا على ما نعرف الأستاذ الباجي قائد سبسي أنا محاميه ومثل هذه معناها المعلومات ما نتصوروش انه كان عنده في العلم نتاعو ويقعد مكتف يده. خليني سيدي مانيش بنقول لك علم موقع اما عمليا عمليا لانه هو البارح في القناه فرانس 24 قال انه قابلت رئيس الدوله مشيت قابلت رئيس الدوله بمعنى معناها وقعد وخرج معناها هو بالنسبه لي هو
اعلم رئيس الدوله الباجي قالوا راهو عندي معناها معلومات من جويليا. مش قد مشكيه راهو امين عام شويه. انا مين عام يا بالله حتى بين 10 ثواني استاذ لانه سي انتهى وقت البرنامج فقط باش نخلي استاذ جويليا يقول كلمه. ما يقولش هو قرار اللي هو معناه في مستوى نتاع رئيس الدوله معناه تجني ربما. لا مش تجني. نخدم معك يوسف الجويلي. الاضافه اللي رفع الالتباس هو سليم الريحي تلت من جويليا لحد الان قابل رئيس الجمهوريه 3 مرات. إذا كان فما نية انقلاب مدير عام الأمن الرئاسي أون برانسيب راهو علموا عليه راهو قالوا راهو هذا هكا وهكا ياخذ فيه إجراء هكا ولا ما نتصورش كان باجي قايم سوسي يقبل على روحه مدير أمن رئاسي ينجم حتى يطلب لقاء بعضه بالضبط ما يقعدش يستنى في هذا يكون مثلا يسير. أما هو قلت كتيلت المدة من جويليا اللي حكى فيها قرا وصار حديث على الانقلاب وقابله 3 مرات قابل رئيس الجمهورية كان فما معناها فما مسألة انقلاب جادة واحد نتصور رئيس دولة يقبل على نفسه مدير عام أمن رئاسي هو يخطط له في انقلاب وزيد إضافة ثانية سيف العزاب استقال بمحض إرادته وكان باش يواصل فما انقلاب ما يواصل الواحد العملية كلها بعد ما مر التحوير الجزئي بقوة القانون والبرلمان توا ظهرت توا العشية برك سمعت فما شكون مش راضي عليه؟ لا فما حكاية أخرى توا سمعتها سياسة التعفن وتلهي راه باش تواصل هولندا ورئيس الجمهورية صامم عملية اغتيال سمعت بها ولا؟ معناها كل يوم باش تسمع أخبار باهي نختم معك 10 ثواني أتمنى أن نذهب إلى انتخابات 2019 وكل هذه القضايا قد بت فيها القضاء من حركات سرية ومن التهاب للجمهورية ومن وزراء خلي الشعب التونسي شكرا لك حاتم ليكي شكرا لك ايضا الاستاذ عماد بن حليمه يعطيك صحه يوسف الجويني النائب المستقل بمجلس نواب الشعب يعطيك صحه استاذ عبد الستار مسعودي المحامي والناشط السياسي شكرا لكم انتم على حسن المتابعه موعدنا غدوه يجدد ان شاء الله في رونديفو 9 في نفس التوقيت 6:30 العشيه الى اللقاء صباح الخير ناس الكل